مالك أكبر نادي في إنجلترا واقف في طابور عشان ياخد وجبة مجانية، وخناقة كبيرة في الدوري الإنجليزي. الحكاية ده اللي هنعرفه النهاردة في تريبل كابتن. مع كل ماتش المانشستر يونايتد بقينا بنشوف الجماهير يا اما بترفع لافتات ضد مجلس الاداره او بينظموا وقفات احتجاجيه، واخرها المطالبه بمقاطعه الجماهير لمباراه ليفربول الجايه على ملعب اولد ترافورد، وده بعد الخساره برباعيه مذله امام برنتفورد. ايه السبب وايه اللي وصل للعلاقه ما بين مجلس اداره يونايتد وما بين الجماهير للشكل ده؟ في البداية مالكوم جليزر استولى على الحصة الحاكمة لنادي مانشستر يونايتد سنة 2005 وبنى علاقة كويسة جدا مع الجماهير وقدر انه يتوج بدوري الأبطال سنة 2008. بس مالكوم جليزر اتوفى سنة 2014 وتقسمت الحصة الحاكمة ما بين أبنائه الستة. هنا بدأت المشاكل تظهر. الأبناء الستة عايشين في أمريكا وملهمش علاقة بإنجلترا ولا بالنادي. كمان الأبناء الستة قرروا رفع أسعار التذاكر ومشاركة في دوري السوبر الأوروبي. كل ده سبب إن الجماهير بقى عندها حالة غضب من مجلس الإدارة وشايفين إن هم مش بيحبوا كرة القدم، هم بيحبوا الفلوس وجشعين عايزين يجمعوا أموال كتيرة من ورا النادي. كمان الصفقات الفاشلة الكتيرة اللي عملها النادي وخسائرهم المتوالية في البطولات وصبرهم الكبير على كل مدرب، كل ده سبب إن الجماهير تفقد ثقتها في مجلس الإدارة. وتخيل بقى رغم ان عائلة جليزر تقدر ثروتها بالمليارات الا ان احد الابناء افرام جليزر كان موجود في طابور علشان ياخد وجبة كباب مجانية في سباقات فورمولا 1 في البحرين السنة دي. لقطة الاسبوع ده خناقة والكل بيسلك، توخيل مدير الفني لتشيلسي وكونتي مدير الفني لتوتنهام. المباراة كانت مثيرة جدا، اتقدم تشيلسي بالجول الاول وتعادل هويبرج لتوتنهام، ولكن بدأت الأزمة بعدها. توخيل وقتها كان شايف إن الكرة دي فاول لكاي هافرتز في البداية قبل ما تكمل الهجمة. اشتبك الاثنين مدربين والحكم أشهر البطاقة الصفراء لمساعد توخيل والبطاقة الصفراء لمساعد كونتي. استكملت المباراة وسجل تشيلسي الجول الثاني عن طريق جيمس، وفي الثواني الأخيرة نجح هاري كين إنه يسجل التعادل، وهنا بدأت الأزمة. توخيل كان شايف إن الكرة دي أكيد لازم تكون فاول لأن روميرو لاعب توتنهام شد كوكوريا من شعره. استغرب جدا إن حكم الفيديو ما تدخلش في اللقطة دي. المباراة خلصت، الأزمة انتهت؟ لا ما انتهتش. كونتي وتوخيل دخلوا في اشتباك بعد المباراة. توخيل شد على إيد كونتي جامد قبل ما يفصل ما بينهم الأمن واللاعبين. توخيل في مؤتمر الصحفي بعد المباراة استعرض عضلاته إزاي إن هو قدر يشد إيد كونتي جامد. كونتي من ناحيته نشر هو كمان ستوري على إنستجرام، نشر فيها صورة لتوخيل أثناء احتفاله بالجول الثاني وهو بيجري من جنب كونتي. كونتي قال له فيها انت محظوظ ان انا ما شفتكش، لو شفتك كنت هكعبلك، انت كنت تستحق ده. يا ترى هنشوف فصل جديد من خناقات المدربين في البريمير ليج؟ ده اللي هتثبته الماتشات الجاية. ننتقل من الواقع لعالم الفانتازي. اول حاجة الكابتن بتاعك، قلنا لكم الحلقة اللي فاتت ما تبيعوش خسوس. خسوس نجح ان هو يسجل هدفين ويصنع هدفين قصاد ليستر سيتي، والجولة الجاية فكروا قوي تكابتنوه. أرسنال الجولة الجاية هيلاعب بورنموث اللي لسه خسران 4 من مانشستر سيتي، وبالتالي فرص إن خيسوس يسجل أهداف لسه قائمة بقوة. كمان محمد صلاح لو لسه ما كابتنتوش فكر تكابتنه، لأن الماتش الجاي ليفربول رغم التعادل أمام كريستال بالاس وقبله التعادل أمام فولهام، إلا إن الماتش الجاي ممكن جدا يشهد عودة ليفربول لأنه هيقابل مانشستر يونايتد اللي بيمر بفترة صعبة جدا وخسر 4 قصاد برينتفورد. محمد صلاح الموسم اللي فات بس قصاد مانشستر يونايتد سجل 5 اهداف وصنع هدفين، منهم طبعا الهاتريك الاخير في الاولد ترافورد. مانشستر سيتي كمان هيقابل نيوكاسل، حاول تبقي على هالاند ودي بروينا رغم ان نيوكاسل دفاع قوي ولم يتلقى اي هدف، بس هو المره دي هيقابل مين؟ اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي. ورغم ان الماتش الجاي لفريق ليدز امام تشيلسي هيكون صعب جدا في ظل وجود كولوبالي وميندي، بس برضو فكر ان انت تشتري رودريجو من ليدز. رودريجو سجل 3 اهداف في اول ماتشين وممكن يكون خيار مهم جدا بالنسبه لك في ظل عدم وجود بامفورد واصابته مع ليدز. وكمان في ماتش مهم جدا لازم تاخد مهاجم من الفريقين دول، برينتفورد وفولهام هيقابلوا بعض الماتش الجاي. عندك توني مهاجم برينتفورد وعندك متروفيتش مهاجم فولهام. كمان على مستوى الدفاع عندك زينشينكو ظهير ايسر اوكرانيا ونادي ارسنال. ارسنال الماتش الجاي هيقابل بورنموث، وبورنموث هجومه مش جامد قوي، تقدر ان انت تعتمد على زينشينكو في خط الدفاع.
واوعى تستخدم الوايلد كارد دلوقتي، لسه بدري، ممكن بعد جولتين ثلاثة تبدأ تفكر وتكون رسمت ملامح التشكيل بتاعك. وأهم حاجة ما تنساش حاجتين، تبيع لوكاس دين مدافع أستون فيلا وداروين نونيز مهاجم ليفربول. لوكاس دين رجله معدولة بس في الشباك بتاعته، داروين نونيز بقى ماشي على نفس خطى سواريز بس مش في الأهداف، في ضرب اللعيبة، ضرب لاعب كريستال بارس من غير كورة وخد كارت أحمر وتوقف 3 ماتشات. هتلاقوا الكود بتاع ليج تريبل كابتن موجود أسفل الشاشة، اشتركوا فيه، وكل جولة هنقول مين رقم واحد على تريبل كابتن. الجولة اللي فاتت عمر قورة هو رقم واحد، قدر يجمع 77 نقطة، بس إجمالا بعد أول جولتين أحمد أسعد هو رقم واحد، قدر يجمع 160 نقطة.